بحضور أطباء الرابطة السورية لأطباء العين ووفد طبي من جمهورية روسيا الاتحادية، افتتحت أعمال المؤتمر 38 للجمعية السورية لأطباء العين. المؤتمر هو واحد من المؤتمرات يلي دائما روابطنا وجمعياتنا العلمية بتقوم فيها، هي وسيلة كتير هامة وضرورية لتجديد معلومات الأطباء، للحفاظ على العلاقات الاجتماعية بين بعضهم، على تمتين العلاقة بينهم وبين شركات الأدوية والتجهيزات الطبية، يعني هو إتمام لحلقة ممارسة طب العيون. وبسوريا حقيقة جمعياتنا وروابطنا العلمية كتير متقدمة في هذا الشأن. الخبرات والتطورات وأحدث ما يمكن أن يقال يمكن نقله عبر المؤتمرات والتواصل وتقديم محاضرات متطورة حديثة، وأيضا يمكن عن طريق وسائل التواصل التواصل مع الزملاء خارج سوريا لنقل أحدث المحاضرات، وبالتالي المؤتمرات هي وسيلة هامة لمتابعة التطور العلمي سابقا وحاليا ومستقبلا، وهي الوسيلة الوحيدة الحقيقة لحتى الطبيب يضل متابع ومثابر ويشوف شو في أحدث التطورات. مؤتمر جامع لكل أطباء العيون بكل سوريا، حتى عنا ضيوف من خارج سوريا. هذا المؤتمر يعتبر هو الفعالية الأساسية لجمعية اللي بتعطينا نشاطات كتير قوية غير المحاضرات والعلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى ورشات تدريب للأخصائيين، خاصة الأخصائيين الجدد، عم يساعد ويفعل مجال طب العيون عند الدكاترة. بهالمؤتمر نحن عملنا 4 دورات تدريبية، دورة على زرع صمام اسمه صمام أحمد لعمل لمرضى الزرق، دورة على استخراج المي البيضاء لدورات الفيكو، ودورة زرع حلقات، ودورة على استخدام كيراتوم لعمليات الليزر. على مدى اليومين والثلاث ايام حيكون في هالتدريب. هي كثير فرصه حلوه عم تكون للاطباء اللي ما تمكنوا صحت لهم فتره تدريبيه معينه او حابين يجددوا خبراتهم يجددوا معارفهم عم يتبعوا هاي الدورات. الفرصه اللي بتصير مثل بالمؤتمر مثل هذا المؤتمر السنوي انه نقدر نجتمع مع زملائنا بكل المحافظات، نتبادل الخبرات اللي عم تصير بشكل دوري، ودائما في عندنا مشاركات خارجيه من زملاء. السنه حيكون في مشاركات من روسيا مثلا، في وفد كثير مهم جايين من روسيا يعطونا خبراتهم الموجودة بهذه القصة ويسمعوا من خبراتنا. طبعا القصة بتكون ثنائية الجانب دائما، يعني في تبادل بالخبرات دائما بهي القصص، عندهم اشياء يعطونا اياها وعندنا اشياء نعطيهم اياها، فمفيد جدا لطبيب العيون يكون مواكب لهي التفاصيل لنقدر دائما نشوف شو في جديد ونقدمه لمرضانا. موضوع تجميل الاشفان هو موضوع هلا حاليا كتير يعني مطروق ومطلوب، وخصوصا هلا عند الصبايا حتى الصغار عم نشوفه يعني باعمار صغيرة مبكرة عم يحاولوا يبدوا بموضوع تجميل الأشفان، لأنه له تأثير كتير إيجابي على الشكل العام للشخص. طبعا إضافة لأنه الكبار هذا الموضوع أساسي عندهم كتير، لأنه دائما خصوصا النساء يعني بيحاولوا قدر الإمكان يرجعوا بالعمر لورا. فموضوع تجميل الأشفان هو من المواضيع الهامة جدا هلا، واللي عم نعمل عليها كتير تطويرات وتحديثات بطرق العمل الجراحي على حسب الحالات اللي عنا، والحمد لله عم نشوف حالات كتير كبيرة يعني، وفي إقبال كتير على موضوع شد الأشفان أكثر من الأول بكتير، يعني عم لاحظ أنا في فرق تصاعدي بشكل هائل بهذا الموضوع. تضمن المؤتمر كورسات تعليمية ودورات تدريبية عن الفاكو وزرع صمام أحمد في علاج الزرق، وزرع الحلقات والتدريب على الميكروكيراتوم في عملية الليزك، والكثير من التقنيات الحديثة. الساد تطور بظروف كتير صعبة بالبداية، ولكن هلأ يعتبر الجراحة الأكثر تقدما بالعالم في جميع الجراحات، وأنا بتصور أنه الطرق الآن المستخدمة بجراحة الساد وظيفتها قبل كل شيء حماية المريض من أي مضاعفات أثناء وبعد عمل الجراحي، وأعطاء الراحة والكمفورت للجراح السوري لكي يكون دقيق في كل مراحل العمل الجراحي. هلأ طبعا في عدة أنواع من الفاكو الساد أو استئصال الساد أو استحلاب الساد، إذا بدينا نحن من الطرق التقليدية وهي الأمواج فوق الصوتية العادية، بعدين تطورت الأمواج فوق الصوتية التوشنة أو المتعددة الأقطاب، بالإضافة الآن هلا ما هو جديد جدا الفاكو باستخدام الفيمتوليزر، وهي طريقة حديثة جدا آمنة للجراح وآمنة للمريض. يا سودا بريخل أنا جئت من روسيا مشان أقدم
أو أشرح عن الموضوع الصعب جدا في الجراحة العينية. تعتبر جراحة الشبكية من الجراحات العينية جدا دقيقة وصعبة. أنا جئت إلى سوريا لأقدم ما لدينا أو ما نقدمه نحن في روسيا من شان هذا الموضوع، ولنفيد الأطباء العينية السوريين بهالقضايا الشائكة والصعبة. عم تقول هي احتكت مع كثير من الأطباء السوريين العينية طبعا، وشافت المستوى العالي جدا لأطبائنا في سوريا رغم الأوضاع الصعبة، وهي عم تحاول بدها تحكي بالمحاضرة تبع عن دوايين كتير مفيدين لعلاج أمراض الشبكية وخاصة أمراض اللثة الصفراء. البرنامج النهائي للمؤتمر السنوي 38 للجمعية السورية لأطباء العين الذي يعقد في الأول والثاني والثالث من شهر تموز يقدم كل ما هو جديد في تقنيات استخدام الأجهزة الحديثة في طب العين.